أتمنى أن لا تكون قد أضعت وقتك. مؤسسة وطنية أيضا مستقلة ضامنة الإنسان في علاقة المواطن بالإدارة بناء على مبادئ العدل والإنصاف وليس فقط القانون المجرد. عندنا فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان مؤسسة جديدة سوف ترى النور قريبا وهي مؤسسة دستورية وهي الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة التمييز. عندنا الصياغة الجديدة للهيئة العليا لاتصال السمع البصري لحماية التعددية في التعبير عن الرأي من خلال وسائل اتصال السمع البصري. عندنا إذن مؤسسات متعددة في طور الإنجاز والتأسيس بما يجعل هذه المؤسسات قادرة على حماية الإنسان. عندنا تشريعات جديدة من جملة ذلك مشروع القانون الجنائي وفق أحدث معايير الدولية وأيضا وفق ما جاء فيه الدستور والاتفاقيات الدولية والذي سيؤسس الأمور الجديدة حينما سيخرج إلى الوجود. عندنا مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي لم يحل على البرلمان بعد لكنني كنت قد أنهيت صياغته وأتمنى على زميلي وزير العدل الحالي أن يبلور صياغته النهائية مع القطاعات الحقوقية المعنية لأنه سيتضمن أيضا ضمانات إضافية مهمة تاريخية لفائدة يعني المواطنين. إذن عندنا سلسلة كبيرة من المؤسسات والتشريعات وعندنا وهذا هو المهم خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ب 435 تدبير أنجزت على قاعدة التوافق الوطني ساهم فيها المواطنون من خلال الجمعيات الحقوقية وكذلك المؤسسات الوطنية وكذلك القطاعات الحكومية وغيرها والتي تم فرصته يعني المشاكل التي تعاني منها الديمقراطية والأعطاب التي تعاني منها حقوق الإنسان والتي إذا قلنا بأن عندنا 435 تدبير معنى ذلك أن عندنا على الأقل 435 مشكل تجد علاجها في هذه الخطة التي زكاها الملك في رسالته التي وجهها بمناسبة يعني احتفال بالذكرى 70 لإصدار الإعلان العالمي. نحن أمام تحول نحو الديمقراطية يؤسس على قواعد مهمة وهذه القواعد هي هذه المؤسسات وهذه التشريعات. كان هذا هو خلاصة ما تقدمت به أمام الحاضرين الذين تشرفت باستدعائهم لي وخاصة مسؤول هذه الكلية وأساتذتها وطلبتها بحضور جم من غفير من الشخصيات.